أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في أول الآية أخبر الله عنهم أنهم قالوا إنا كنا مستضعفين في الأرض، ثم في آخر الآيات أبان سبحانه أن المعذور هم الذين قال فيهم إلا المستضعفين. السؤال: هل معنى ذلك أنهم كانوا غير صادقين في دعواهم للاستضعاف؟ يا أخي كررنا هذا أكثر من مرة، قلنا إن هؤلاء غير معذورين، لأنهم هم جلسوا من غير عذر، بل شحا في وطنهم وفي بلدهم. أما أولئك فهم جلسوا معذورين، ما يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. في فرق بين هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء جلسوا وهم يقدرون على الهجرة، وهؤلاء غير قادرين على الهجرة. نعم.